إنه تحافظ على حالة ذهنية سليمة في ظل هذه الفوضى هو الحل الأمثل والأصح. السباحة عكس التيار لا جدوى منه، كل ما عليك فعله هو الانتظار والتهيؤ والتحضير لاقتناص الوقت والفرصة المناسبة. تمرن جيدا وسيعود التيار لوضعه الطبيعي، وقتها انطلق وبقوة لتحقيق ما حلمت به وما تدربت من أجله. اقتنص الفرصة القادمة بشراسة، فالفرص الرائعة لا تتكرر كثيرا. اقتناص الفرصة هو برهان حقيقي على أنك جدير بها، وهو إثبات لكل الذين لم يثقوا بقدراتك السابقة على أنك اجتزت اختبار الحياة بنجاح وأصبحت رقما مميزا في هذا العالم.